أسعد الله أوقاتكم مشاهدي دجلة أينما كنتم. حلقة جديدة من على المكشوف نبدأها بالعناوين. إصابات الحمى النزفية تؤشر حجم التراجع الخدمي في مواجهة الأوبئة وتحذيرات من ارتفاع الإصابات مع قرب عيد الأضحى. أعمال تخريبية تطال الشبكة الكهربائية في عدة مناطق في ذي قار، وكهرباء المحافظة توضح هدفها تأجيج الناس. بعد حملة كبيرة لتأهيل وتزيين الشارع أبان بطولة خليجي، الإهمال يطال شارع ملعب جذع النخلة في البصرة، ومطالبات بمواصلة أعمال الإدامة. إذن من العناوين إلى التفاصيل. إذن حياكم الله أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج على المكشوف. حياك الله يا مازن. أهلا وسهلا خمائل. حياك مازن. يمكن من خلال العناوين عرفنا أنه أبرز الموضوعات اللي راح نتحدث بها هي موضوع جدا مهم بصراحة، ويقلق الشارع العراقي. والملف الرئيسي اليوم هو عن انتشار الحمى النزفية الفيروسية بعدة مناطق في العراق، تحديدا بالمحافظات الجنوبية. تطورات مقلقة تدفع الجهات المعنية لاستنفار كافة الجهود الخدمية والزراعية والصحية أيضا لمواجهة هذا المرض وعدم تفشيه. الخطر الأكبر لهذا المرض هو قرب عيد الأضحى المبارك اللي يشهد تزايد بحالات نحر الأضاحي. هذا الموضوع يقابله شبه انعدام للمجازر الرسمية الصحية، طبعا هذا جانب مهم جدا، إضافة إلى قلة الوعي للجزار وللمواطن على حد سواء، كذلك ضعف إجراءات الوقاية للمواشي من حشرة القراد اللي هي السبب الرئيسي لهذا المرض. يعني مكافحة مرض الحمى النزفية ما مرتبط فقط بوزارة، لا، أكو جانب خدمي، أكو جانب وقائي، أكو جانب متعلق بوزارة الزراعة. هذه الأحداث كلها أو تفشي هذا الفيروس حديثا، بصراحة يمكن صارت حالة وفاة في كركوك، يمكن صارت إصابات عدة في محافظات متفرقة، يدفعنا اليوم إلى أنه نكون بجانب توعوي، وأيضا نكون بجانب يركز على هذه الموضوعات بهذه المرحلة بالتحديد. لذلك راح ينضم ويانا الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حتى يطلعنا على آخر المستجدات، وأيضا نشوف أبرز النقاط اللي من الممكن ست البيت، أم البيت، الشاب، الرجل، الطفل، شنو الإجراءات اللي يتبعها حتى نكون بوقاية تامة من هذا الفيروس. مرحبا بك دكتور سيف. مرحبا بك دكتور سيف، تسمعني؟ أهلا وسهلا، حياكم الله في برنامج على المكشوف. دكتور سيف، يمكن يعني انتشار فيروس الحمى النزفية يدفعنا إلى أنه اليوم يكون أكو استنفار من قبلكم وأيضا من جهات مشتركة، ويدفعنا بدورنا إحنا أيضا نركز على هذا الموضوع حتى نعرف ما هي الإجراءات الوقائية اللي من الممكن المواطن يتبعها حتى نحد من انتشاره. شكرا جزيلا، تحية لكم المشاهدين وأشكر اهتمامكم ومتابعتكم. حياكم الله. كما تعلمون أستاذنا العزيزة، الحمى النزفية مرض ليس بجديد، هو من سبعينات القرن الماضي اكتشف لأول مرة في العراق، ومنذ حينها كل سنة تسجل إصابات وفاة، ليس فقط في العراق، في دول جوار العراق، يعني دول الإقليم وأغلب بلدان العالم، وهو من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، ينتقل من الماشية المسابقة، تكون مثلا أغنام، ماعز،
جاموس، ربما الخيول، تنتقل من خلال حشرة القراد الناقلة أو من خلال التعامل مع لحوم وأنسجة الحيوانات المصابة. طبعا كما ذكرت كل سنة نسجل بشكل طبيعي تسجل حالات إصابات ووفيات، لكن السنة الماضية في 2020 كانت قياسية في أعداد الإصابات نسبيا هذا الوقت من 2023 إذا ما قارناه يعني حتى شهر السادس نفس هذا اليوم قبل سنة نسبيا هي أقل الإصابات والوفيات. جيد. لكن لا أقلل أبدا من خطر هذا الفيروس، هذا الفيروس خطير، والنقطة الأهم في علاجه هو التشخيص المبكر. إذا شخصناه في مرحلة مبكرة ستكون احتمالية الشفاء عالية جدا. أعراضه المعتمد من قبل وزارة الصحة أثبت فعاليته من اسمه أعراضه من اسمه حمى، إذا هو ارتفاع في درجات الحرارة، شعور بالإعياء، هذا في مراحل الأولى. إذا شخصناه في هذه المرحلة فاحتمالية الشفاء عالية جدا جدا. المرحلة الثانية أو الأخطر هي عندما يصل المريض إلى مرحلة النزف تحت الجلد ومفتحات الجسم، يكون المرض وصل إلى مرحلة خطيرة واحتمالية المضاعفات عالية. هناك نقطة مهمة جدا للوقاية من هذا المرض، أنه أغلب إن لم أقل جميع الإصابات هي في فئة مهنية محددة، الأخوة مربي الماشية اللي تاجرون بالماشية ينقلون الماشية، وكذلك الجزارين القصابين وعوائلهم الناس القريبين من عندهم. يعني طيب. تركيز جهودنا على هذه الفئات والانتباه للأعراض اللي ذكرتها يكون له دور كبير في احتواء الإصابات. طيب دكتور سيف نرحب بك مرة ثانية. تفضل. نقطة جدا مهمة حتى يكون واضح عند الناس، دور وزارة الصحة هو كشف عن الحالات يعني تشخيصها وعلاجها وجزء من التثقيف والتوعية بالشراكة معكم من وسائل الإعلام. نعم. الدور الأكبر هو على وزارة الزراعة في معالجة ومكافحة حشرة القراد الناقلة. نعم. التعامل مع الحيوانات المصابة من خلال تخصيصها بمحل الكيمياء وغيرها من الإجراءات. دور أساسي ومهم في مكافحة هذا المرض هو دور الجهات الأمنية وأمانة بغداد والجهات البلدية في معالجة نعم عدة جهات مشتركة أيضا في موضوع يعني الحد من هذه هذا الوباء. طيب نفيت في بيان قبل فترة أنه الموضوع خرج عن السيطرة، كان هنالك ربما بيان من قبلكم نفيت به أنه الموضوع خرج عن السيطرة وهذا المرض. طيب بلغت عدد المصابين يمكن ما أعرف في إحصائية أخيرة 139 وحالة الوفيات 20، أكو أبديت عليها؟ أكو تحديث اليوم إيش قد عندنا؟ احنا الاصابات تجاوزت ال 160 او اكثر من 170 اصابه مؤكده في العام 2023، من ضمنها ما لا يقل عن 25 حاله وفاه. ما تزال ذي قار منذ العام الماضي ولحد الان ذي قار مع الاسف هي متصدره بالاصابات والوفيات، بعدها البصره ثم ميسان ثم المثنى، بغداد الرصافه، بعدها واسط والنجف وبغداد الكرخ واغلب المحافظات حتى في اقليم كردستان أيضا سجلنا إصابات ووفيات. أكرر نقطة مهمة وأساسية هو معالجة ومواجهة ظاهرة الرعي العشوائي. إذا كانت هناك جهود أكبر لمكافحة حشرة القراد والحد من نقل الحيوانات بطريقة غير قانونية غير علمية سيكون هناك احتواء للإصابات. أكرر مرة أخرى أن دورنا واجبنا من ناحية التشخيص، قادرون على التشخيص، من ناحية العلاج جميع المستشفيات العراقية في جميع المحافظات فيها ردهات مخصصة للتعامل مع الحالات الوبائية مثل حمى النشفية. وأكرر أن البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة العراقية أثبت فعاليته العالية وعشرات الحالات تماثل للشفاء التام. النقطة الأهم هي الكشف المبكر عن الإصابة وعدم الوصول إلى مرحلة المضاعفات. دكتور في سؤال أخير اليوم، هل يعني طبخ اللحم معناها راح ينهي هذا الفيروس؟ إضافة إلى معرفتنا التامة بأنه المجازر عشوائية، تربية عشوائية، وأنت أكدت ذلك، بالنهاية اليوم طبخ اللحم هل من الممكن ينهي هذا الفيروس؟ خصوصا أنه المطاعم عندنا أيضا ما نعرف شنو وضعها، هذه كلها الأمور يمكن تقلق المواطن اللي ممكن يأكل وجبة لحم أو حتى في البيت طبخ اللحم. سؤال مهم. نعم يجب طهي اللحوم بالحرارة الكافية والوقت الكافي. الحرارة الكافية والوقت الكافي هذا سيحقق نسبة وقاية عالية جدا جدا، لا أقول 100%، لا يمكن أن نعطي ضمان 100%، لكن
نوصل السيدات، نوصل اي شخص يطبخ اللحوم، نعم، خصوصا اللحوم الماشيه اللي ذكرتها، انه يطبخ اللحم بالوقت الكافي والحراره الكافيه، فهذا كفيل بان يتلف الفيروس الى حد بعيد. لكن لا استطيع ان اقول ان هذا الاجراء يحمي 100%، لابد من اتخاذ كل الاجراءات والتفكير بكل الاحتمالات يعني واهمها. يعني نصيحتك يمكن شويه الابتعاد عن اللحوم بالفتره الحاليه يكون اكثر. لا اذا اولا نوصي بشراء اللحوم من المجازر، المجازر صحيا زين. اولا يعني النقطه الاولى انه نشتري اللحم من مجزره مجازره، راح يكون الحيوان غير مصاب حتما، يعني اذا كانوا ملتزمين بالارشادات والتعليمات الصحيه وايضا تعليمات البيطره من وزاره الزراعه. ثانيا طهي اللحوم بالوقت الكافي والحراره الكافيه، هذا من شانه ان يحقق نسبه وقايه عاليه. نعم. طيب مع اقتراب عيد الأضحى نحر الـ 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 الحيوانات والأضاحي، نعم، هل هناك إجراءات معينة من الممكن تتبعها العائلات على الأقل حتى تتحذر؟ يعني أيضا هي نفس التوصيات، لابد أن يكون شراء اللحوم من مجازر مجازر صحيا، لابد أن يكون هناك إجراءات أكثر من وزارة الزراعة لمكافحة حشرة القراد لاحتواء الإصابات ومنع انتقالها، وأيضا اتباع الأعراف خصوصا للفئات اللي ذكرتها اللي هم أكثر عرضة للإصابة، اللي احنا أغلب أو جميع الحالات بصراحة جميع الحالات هم للأخوة مربي الماشية أو عوائلهم، يعني الناس القريبين من عندهم. وأيضا كما تفضلتي هو طهي اللحوم بوقت كافي وحرارة كافية، وأيضا نوصي بتخصيص سكين خاص لتقطيع اللحوم تكون فقط لهذا الغرض ولا تستخدم لغرض آخر. شكرا جزيلا لوجودك وانضمامك ويانا دكتور سيف البدر، عفوا، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. إذا يا مازن، هي مجموعة من الإجراءات بصراحة وبرأيي أنه يكون أكو أني منعت دخول اللحم للبيت، مو حل يعني، يمكن هو والله هو مو حل، بس إنه خصوصا المصدر نتأكد من المصدر، ما هو أنت ما تعرف حتى اليوم مثلا أني اللي يمي هو محل رسمي و بس بنفس الوقت أقدر أقول أنه أخاف، ما أقدر أتأكد هذا بالضبط، يعني مناسب يعني الجزر مالته ما أعرف وين، هل هو كان قبل اللحم مختوم يمكن نشوفه ونعم. شوف أكو محلات معينة ما أقدر أذكرها قد تعتبر دعاية، لكن أكو محلات معينة في منطقة منطقة الكرادة مختوم اللحم مالتهم وبنفس السعر السوق اللي يباع، وهذا يمكن يخلينا نكون أكثر يعني شراء أو أكثر مرتاحين نفسيا مرتاحين، لكن طيب. بالنهاية أنا أقول لا ابتعدوا عن اللحم، واحد يستر على روحه نباتي ماشي. طيب هذا الموضوع يعني ما متعلق فقط بوزارة الصحة، ممكن بالبيطرة، ممكن بوزارة الزراعة، بمكافحة الآفات وما إلى ذلك. لذلك حيكون معنا الدكتور أحمد الخزاعي وهو من قسم الصحة العامة بدائرة صحة المثنى. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. قناة دجلة الفضائية شرفتنا. طيب دكتور، اليوم المثنى يمكن من المحافظات اللي سجلت بها شوية أرقام قد تكون مرتفعة نوعا ما بالمقارنة مع باقي المحافظات. دوركم كدائرة الصحة المثنى، دائرة صحة المثنى، هل تعملون فقط كدائرة صحة أم أكو تنسيق مثلا مع وزارة الزراعة، مع دائرة الصحة والبيطرة مثلا؟ هل أكو موضوع أدوية أو عقارات للمواشي، موضوع المكافحة، هل تتدخلون بهذه القضايا؟ شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. أرحب قناة دجلة الفضائية مرة ثانية، وأنا التقيت قناتكم الموقرة قبل عدة أسابيع، وأشكر دكتور سيف البدر اللي سبقني بعدد من التفاصيل المهمة جدا، واحنا ان شاء الله ما راح نكون يعني بالصوره السوداويه ولا التشاؤميه، ان شاء الله مثل ما نقول نطي رسائل اطمئنان، ولكن اكو تحذيرات. نعم. ضروريه نريد الصوره الواقعيه للمواطن، خاصه مثل الصورة ما ذكرت اختي الكريمه بالمقدمه. تمام تمام تمام، نعم الصوره الواقعيه.
كمرض مرض الحمى النزفيه، احنا ما نقدر نقارن مرض الحمى النزفيه بكوفيد 19، تدرون جنابكم كل العالم انه من صارت كوفيد 19 هو مرض ينتقل لجميع فئات المجتمع، ما عدا طبقه من الطبقات. الحمى النزفيه مثل ما قال الدكتور سيف البدر والمقدمه اللي تقدمت بها قبل شويه، انه اكو فئات اللي هي يسمونها الفئات المستهدفه. احنا نريد من هاي الفئات المستهدفه اضافه الى طبقات المجتمع اللي اخرى اللي هي مثلا عيد الاضحى المبارك مثل ما ذكرته قبل شويه، انه راح يتوجهون لشراء الاضاحي. لكن هذول المواطنين راح يكونون اكثر عرضه لانتقال الفيروس. احكي لك بصوره واقعيه اللي صار بينا احنا كصحه عامه اللي شاهدناه في مجال رده العزل والحالات اللي دخلت ردات العزل في محافظه المثنى وزملائنا في باقي المحافظات. نقطه مهمه وضروريه واتمنى من جنابكم وقناتكم الموقره توصل لجميع المواطنين، هو ضروره المباشره بزياره الطبيب او زياره اقرب مركز صحي عند ظهور اعراض المرضيه والتي اهمها الحمى، وخاصه اذا كانت انه عنده قراض موجود ويا الحيوانات او انه مربي للحيوانات او كان عنده احد الاهالي مصاب. فذن الفئات الثلاثه اذا كان احد المواطنين مقبل بشراء لحم او انه احد اهاليه يحس انه عنده عدد مرض ويمتلكون حيوانات، هنا ندخل في دائره التحذير. يعني دكتور سيف البدر ذكر انه التشخيص المبكر. احنا ما راح نحكي مصطلحات طبيه ولا مصطلحات علميه. عندنا العدد من المراحل اللي يمر بها المرض، اكو مراحل يسمونها مرحله اللا عوده. فعده الايام الاصابه اللي هي من يومين الى 7 ايام. اذا كان المواطن شعر بحمى وهو مثلا تعرض الى عضه قراض او تقطيع اللحم مثل ما للاسف فقدنا عدد من ارواح اخواتنا المربيات الله يرحمهم، عند تقطيع اللحم مر عده ايام شعرا بالصخونه، مراجعه للصيدليات، مراجعه للناس اللي مو اهل الاختصاص، فبدات الحاله تنتكس ورا 7 ايام 8 ايام دخلت الى مرحله اللي نسميها مرحله العتبه اللي هي مرحله اللا عوده، بدات مرحله التلف بالانسجه الداخليه، وذاك الوقت يكون من الصعوبه جدا او من المستحيل العلاج. فاذا التشخيص المبكر بالايام الاولى يكون من الضروري جدا، وهذا اللي نتمناه من قناتكم الموقره يوصل لجميع المواطنين. فاي مواطن لا سامح الله تعرض لعضه قراض او انه ذبح ذبيحه او لا سامح الله بالايام القادمه خلى ذبيحه او لغرض الاضاحي وتعرض لتقطيع لحم او انجرح او تطفر او مثل ما نقول انتشر عدد من السوائل او الدماء للشعيرات الدمويه اللي بالانف او الفم وراء يومين او ثلاثه شعر بالحمى، مباشره ندعوه انه زياره المؤسسات الصحيه او الطبيب المختص لغرض العلاج المبكر. فهاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه ما نقدر نقول انه هذا المرض وبائي خطير مثل كوفيد 19، مثل ما قلنا هو مرض يعني يستهدف فئات. اختي الكريمه قبل شويه قالت انه نستخدم اللحوم او نخاف من استخدام اللحوم. احنا ما نقدر يعني مثل ما نقول اقتصاد البلد ناثر عليه او نمنع اللحوم او نمنع تجاره اللحوم. نعم تفضل كمل فكرتك تفضل. تفضل اسمع نعم. فما نقدر انه نمنع شرائح المجتمع باعتبار انه محافظات الجنوب خاصه والكثير من المحافظات العراقيه انه تعتاج على الحيوانات في حياتها اليوميه. اذا في حاله انه اي انسان مربي الحيوانات او الذين يعتاشون على الحيوانات في حياتهم اليوميه نعم يستخدمون عدد من الاساليب التي هي اساليب وقائيه نعم. ولا ضير في ان يربون الحيوانات وكذلك القصاصيب. نعم. احنا حاليا هسه عدد من الفعاليات تدرون جنابكم عدد من الفرق الجواله للقصابين وبالتعاون مع بعض الجهات الامنيه الزمناهم بلبس الكفوف والصداري والأحذية المطاطية لغرض تعقيمها بعد عمليات التقطيع وبعد عمليات الذبح. فعليه اللي نرجوه عن طريق قناتكم الموقرة من جنابكم أنه توصيل صوتنا لجميع المواطنين وللفئات البسيطة وللفئات المستهدفة اللي هم يقتنون الحيوانات واللي هم مربين للحيوانات وللجزارين ضرورة التعامل الحذر مع اللحوم. في حالة التعامل الحذر لا ضير من استخدام اللحوم، وكو معلومة علمية أنه بعض عدة ساعات من ذبح الحيوان أو اللحوم وتعلق عفوا أو إذا مثلا جمدت
سوف ينفرز حامض يسمى حامض اللاكتيك. حامض اللاكتيك يجري في جميع خلايا الجسم للحيوان المذبوح، وسوف يقتل جميع الجراثيم وجميع الفيروسات. يعني يجمد أفضل اللحم دكتور؟ قابل للأكل بعد 3 ساعات أو 4 ساعات. بارك الله بيك، بارك الله بيك أخي العزيز. نعم، هو عادة دكتور التجميد يمكن يقتل الفيروسات. الدول المتقدمة مباشرة في نعم أختي الكريمة، في الفيروس أختي في الفيروس إذا ما لقى البروتين الحي، تدرين أختي مثل ما قلنا حامض اللاكتيك ينفرز وراء 3 ساعات. نعم. خلال هال3 ساعات، يعني خلال مباشرة بعد وفاة الحيوان ينفرز هذا الحامض، خلال 3 ساعات تقتل الفيروسات والجراثيم في كل خلايا الجسم. يفضل تجميد مثل ما باقي الدول المتقدمة بعد ذبح الحيوان مباشرة للتجميد، وراها يقدر يستخدم بكل أمان. نحن كوزارة الصحة كمؤسسات صحية، واللي مشاهدنا للأسف الكثير من المربين والكثير من أخواتنا وعدد من الحالات اللي فقدن الحياة للأسف، أنه قطع عن اللحوم مباشرة بعد ما تم الذبح، قطع عن اللحوم انجرحا، انتقلت الإصابة واللحوم المصابة الدماء المصابة إلى الجروح، اختلطت وبالتالي صارت الحمى. و يعني اللي شاهدنا في مجتمعاتنا للأسف أنه أخواتنا أو بناتنا من تنصاب يجيبوا لها دواء من الخارجي أو من الصيدلية الخارجية، ما يأخذون الموضوع بجدية حتى تنتكس الحالة، بعدها تراجع الطبيب. هذا لا يجوز. نعم بالضبط. إحنا اللي نتمنى أنه في حالة عملية تقطيع لحوم، في حالة ظهور حمى بعد تقطيع اللحوم، أو في حالة لدغة القرادة، أو في حالة أنه كان في رتة العزل، كان مثلا مرافق معه لأي سبب إن كان، انتقلت سوائل أو لا مثلا شكت نيدل أو أبرة صارت حمى، مباشرة مراجعة الطبيب المختص. المؤسسات الصحية فضل رب العالمين اكتملت، كل محافظات العراق حاليا بها ردهات عزل، والأطباء الاختصاص حاليا اللي موجودين مدربين، الكوادر الخدمية الكوادر الإدارية. فما أريد ننطي صورة سوداوية إن شاء الله، لا إن شاء الله الوضع جيد، لكن أنا قبل عدة أسابيع على قناتكم الموقرة ظهرت، وعلى قناتكم حذرت أنه في حالة عدم أخذ الموضوع بجدية سوف تظهر حالات. وللأسف إذا تذكرون بلقانا السابق كانت عدد الإصابات 90، وكانت عدد إصابات المثنى الوفيات كانت 2، هسه زادت الإصابات في مستوى العراق مثل ما قال الدكتور سيف البدر وصلت 170، على مستوى العراق الوفيات وصلت فوق 25. نعم دكتور، لكن نستطيع السيطرة في مجال الوبائيات في عمل الصحة العامة. نعم، لكن بكل تأكيد نستطيع السيطرة عليه حتى لا تتم يعني ارتفاع هذه النسبة. بشكل عام دكتور، كم مجزرة رسمية مجازة من وزارة الصحة في المثنى، وهل كافية للسيطرة على جزر الحيوانات بشكل رسمي بعيدا عن الجزر العشوائي؟ شكرا اختي الكريمة على هذا الموضوع وعلى هذا الطرح. تدرين اختي الكريمة احنا كيف محافظة المثنى توجد 3 مجازر اللي هي المجزرة الرئيسية في مركز المحافظة وفي جنوب المحافظة اللي في قضاء الخضر وفي قضاء الرميثل. صح توجد مجازر، توجد عدد من القصابين. احنا مشكلتنا اختي مو بس بالجزر، المشكلة اختي انه الاعراض ما تظهر بالحيوانات، يعني حتى من تصير جزر يعني داخل المجزرة ما توجد انه وسائل تحليلية لغرض انه نعرف انه هذا الحيوان اللي تم ذبحه وكشفه يعني بصورة اولية هو حامل للفيروس او غير حامل. صح، واحنا اللي نتمنى انه تتأخر اللحوم بالمجازر 3 ساعات 4 ساعات حتى وصولها للمواطنين. يعني هذه المرحلة نفرز حامض اللاكتيك بالخلايا، يعني دكتور يودي حتى الجزر الرسمي، حتى في المجزرة ممكن أن يكون هنالك الجزر الرسمي هو غير قادر على فرز هذه الـ 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 هذه الماشية مثلا مصابة أم غير مصابة. علميا أختي لا يتم، إذن الموضوع ما متعلق فقط بالجزر العشوائي أم الرسمي. أختي في الحيوانات لا تظهر الأعراض.
احنا بالضبط احنا بالجزر الرسمي يفيدنا بيا لاحية انه الطبيب البيطري او دائرة المجزرة راح يشوفون كثافة القرات او لا توجد قرات على الحيوان. احنا هسه اللي توجيهات اللي اجت من وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اللي مديرة البيطرة وزارة الزراعة، وجهنا انه يكون ذبح الحيوانات للحيوانات الخالية من القرات. يعني انا اعطيت نسبة 90% الى 80% انه الحيوان غير حامل للفيروس. لكن بعض الحيوانات انه يتم مثلا علاجها قبل يوم او يومين من القرات، لكن الفيروس يجوز يبقى. فعليه ندعو انه بعد ذبح الحيوان ليس مباشره الذهاب للاسواق وبالتالي التجاره، ندعو الى تاخيره تجميد او تبريد في مجازر او في المحلات القصابه او في المجمدات في محلات القصب، بعدها تكون قابله للاستهلاك البشري. هاي نقطه. النقطه الثانيه اختي الكريمه اللي احنا نخاف منه واللي نخشى انه الجزر خارج المجازر. مثل ما ادري اختي الكريمه تطرقنا قبل شوي للذبح في الاضاحي. الاضاحي يعني من الصعوبه بعد عده ايام انه حجاج بيت الله الحرام يحضرون الى كل محافظات العراق. والكثير من الاهالي سوف يتوجهون الى اماكن بيع الحيوانات. هنا سوف من الصعوبه عدد من المواطنين يتم الذبح بالمجزره والذهاب بها للبيت. الكثير من المواطنين سوف يقومون بجلب الحيوانات الى داخل البيوت لغرض البركه داخل البيت، استقبال الحاج. في هذه المرحله نحن كوزاره الصحه سوف نستعد للموجه الثانيه. نحن هسه في حاله الموجه الاولى، نتوقع لا سامح الله وان شاء الله ما اتمنى باللقاء القادم انه تزداد الحالات ونقول انه الموجه الثانيه كانت ام قويه، وان شاء الله انه لحد الان الوضع تحت السيطره. الحالات اللي جاي تجينا حالات فرديه، يعني ما نقول حالات جماعيه مثل كانت كوفيد 19 بالعشرات بالمئات، تجي على شكل حالات فرديه في عدد من المحافظات، وهذا اللي يعطينا احنا كوزاره الصحه نوع من انواع السيطره على المرض، لان ولكن الحالات حاليا لكن الاستنفار من الممكن علاجها راح يكون إذا كانت بالوجبه الثانيه اللي هي وجبه عيد الاضحى او ما بعد عيد الاضحى. الموجة الثانية أختي الكريمة، تمام. احنا نتوقع انه الموجة الثانية ما بعد العيد في حالة الأهالي والمواطنين عدم الالتزام بالتعليمات التي صدرها وزارة الصحة. التعامل مع الأضاحية هو تعامل بسيط جدا في حالة استلام الأضحية، يعني ظاهريا إذا كانت خالية من القرات يفضل انه خالية من القرات. ثانيا إذا كان بالإمكان التوجه إلى أقرب عيادة بيطرية أو مستوصف بيطري لغرض التقليل من القرات في حالة أنه وجود قرات، انتظار يوم أو يومين أو ثلاثة أيام حتى موت القرات. في هذه المرحلة نتوقع أنه انخفاض نسبة الفيروس داخل الحيوان، وبعد ذبحه عند وصول الحاج تكون كمية الفيروس قليلة لا سامح الله في حالة إذا كان الحيوان حامل للفيروس. لأن بصراحة لا نستطيع أن نكشف وجود الفيروس على الحيوان بصوره ظاهريه، يظهر على الانسان، وهذا طيب. ما يشكل لنا يعني من الصعوبات في ظهور الاعراض المرضيه بالحيوان. طيب دكتور احمد، اليوم كقسم صحه عامه في دائره صحه المثنى عندكم بروتوكول علاجي نعتبره متقدم تم تحديثه؟ لو بعدنا نشتغل على البروتوكول اللي هو يمكن مال قبل 10 سنين بالحمى النسفيه وهي موجوده من زمان، فعندنا شيء جديد نضاف بحيث انه نقلل فتره حضانه المرض عند المريض، عندنا امكانيه للكشف وفرزه عن الحمى الاعتياديه، حدثنا هذه الجوانب التقنيه بعملكم. يعني بارك الله بك اخي الكريم وشكرا جزيلا لهذه الملاحظه. قبل لا ابدي بالبروتوكول العلاجي بس احب انه اصنف الحالات اللي الموجوده حاليا انه الى حالات بسيطه وحالات متوسطه وحالات شديده وحالات مميته. للاسف الحالات اللي جاي تدخل للمستشفى اللي هي نسبتها تقريبا 20 الى 15% تقريبا هي الحالات الشديده. الحالات المميته اللي جاي توصل لنا للاسف واللي جاي تفقد بها ارواح انه بسبب انه التاخر في وصولها للمؤسسات الصحيه. الحالات المتوسطه اللي جاي توصل لنا والخفيفه والحمد لله والشكر عند دخول ردة العزل ومباشرة الأطباء الاختصاص. قبل عدة أيام كان هناك اجتماع على مستوى محافظة المثنى ومحافظة البصرة ومحافظة ذيقار بحضور الإدارات المحلية وبحضور منظمة الفاو وبحضور منظمة الصحة العالمية وممثلين من وزارة الزراعة وزارة الصحة والإدارات المحلية وعدد من الجامعات، وحضرنا به الاجتماع.
أنه في حالة التشخيص المبكر للإصابة يعني نقدر أن نستطيع أن يشافى المريض بنسبة 70 إلى 80%. هذه الحالات المتوسطة لو بصورة عامة وتعتمد على الجينات الوراثية للتقبل بصورة عامة في حالة المتوسطة وفي حالات الشديدة. الحالات الشديدة تبقى هنا إذا كان واصل مستوى العتبة اللي هو إحنا مثل ما قلنا قبل قليل إنه مستوى العتبة بعد 7 أيام 8 أيام يبدأ الفيروس بتحطيم الخلايا الداخلية للجسم ويبدأ بتحطيم الأنسجة الداخلية والشعيرات الدموية. نعم. هذه المرحلة من الصعوبة جدا للعلاج. إحنا البروتوكول الحالي اللي مستخدم هو بروتوكول محدث معتمد من وزارة الصحة العراقية ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وحضرونا عدد من أطباء بلا حدود وزارة ورثة العزل والتقوا بالأطباء الاختصاص والحمد لله والشكر كانت الرؤية العالمية مطابقة للرؤية المحلية اللي في داخل محافظة المثنى وفي مستوى على مستوى وزارة الصحة. فالبروتوكول العلاجي المستخدم حاليا يعني ما شاء الله وفضل رب العالمين جيد جدا، ولكن التشخيص المبكر وضرورة ويجب زيارة المريض من وقت مبكر للمؤسسات الصحية، وهذا يتطلب أيضا في حالة عبور العتبة أيضا الصعوبة وهذا اللي سبب نعم يحتاج إلى ربما تكثيف الحالات تمام. تعريف والوعي ضروري جدا. إحنا واللي نتمناه من جنابكم قناتكم الموقرة من القنوات السريعة والقنوات اللي ما شاء الله يعني نتابعها إنه من الحريصة على سلامة المواطنين. نعم. ندعو من قناتكم الموقرة وجميع القنوات المحترمة والمخلصة أنه توجه رسائل للمواطنين أنه في حال ظهور أعراض مرضية الحمى التوجه إلى صداع وتعرض إلى لدغة أو أنه تقطيع لحم مباشرة زيارة المؤسسة وإن شاء الله الأمور طيبة. إحنا نشكرك الدكتور أحمد الخزاعي قسم الصحة العامة بدائرة صحة المثنى، شرفتنا. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور. إذا نروح بفاصل يا مازن حتى نرجع على ملفاتنا الباقية ونناقشها بهذه الحلقة. إذن رجعنا من جديد يا مازن حتى بنقاش سريع عن ما تحدث به الدكتور فيما يخص مرض الحمى النزفية. بصراحة موضوع خطر وحساس بس ما يخوف. حسيت أنه يعني متفائل أنا كل شيء خاف يعني حسيت أنه عموما الحذر واجب. الحذر يتجمد اللحم بالضبط يعني يتجمد اللحم هو عموما التجميد أو التبريد يقتل الفيروسات، فالتجميد يمكن هو الطريقة الأسلم. يعني حتى إذا الأم البيت ست البيت أو حتى الشخص من يأخذ اللحم يروح يشتري خلي يجمده يأخذه قبل بوقت قبل بيوم يجمده ومن ثم يتوجه إلى طبخه. ونقطة مهمة أنه تكون سكينة تقطيع اللحم هي سكينة خاصة فقط بتقطيع اللحم يعني لا تستخدم بتقطيع المواد الأخرى البصل والخضروات بشكل عام، تكون فقط خاصة باللحم. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، الله يبعد عنكم كل مكروه. بالنهاية نحتاج إلى وعي وإلى وقاية مستمرة وإن شاء الله تمر مرور الكرام وتعدي علينا بكل خير وسلام. راح أروح إلى ذيقار هناك عدد يعني عفوا هناك مشهد عاد من جديد، مشهد تخريب كابلات نقل الطاقة الكهربائية، ويمكن هذا للأسف يتكرر ويا كل سنة بداية الصيف بداية ارتفاع درجات الحرارة. أفادت مديرية توزيع كهرباء المحافظة من أن الكابلات المغذية لمنطقة الصدر ومنطقة أريدو تعرضت لأعمال تخريب متعمدة ولمرتين خلال يوم واحد. مديرية الكهرباء قالت أنه الكيبل أو الكابلات ذات القدرات العالية تعرضت لأفعال إجرامية لغرض تأجيج الرأي العام، فيما طالبت الجهات الأمنية والمسؤولة محاسبة المتسببين بهذه الأفعال.
ويمكن هذا الأمر مثل ما ذكرت أنه عادة ما يكون يعني مع للأسف مع كل موسم تكون بارتفاع درجات الحرارة، وهو موسم الصيف، بداية فصل الصيف، وهذا كان في العام الماضي، وأيضا بدأ بهذه المرة من الناصرية من ذي قار. ما أعرف، يمكن يا مازن مسألة التعمد هو اللي يثير القلق، أنه يكون أكو تخريب واضح للعيان مرتين خلال يوم واحد. هذا مدروس ومتعمد ومقصود بأنه يكون أكو تأجيج للشارع العراقي، خصوصا أنه إحنا اليوم بأزمة، يعني هناك قرارات وإجراءات حكومية للسيطرة على أبو المولد وتحديد سعر الأمبير. وأنا برأيي اليوم دا أشوف أنه تزويدنا بالطاقة الكهربائية الوطنية هو جيد إلى حد ما مقارنة بالأعوام الماضية. مو كل المناطق يعني؟ والله ما أعرف، بس أنا شفت يعني أنه الأغلب من المواطنين قالوا أنه تزويد المناطق خصوصا يمكن بالليل شوية تحسن، بالليل بالضبط، تزويد المناطق بالطاقة الكهربائية في ساعات الليل، ويمكن هو هذا الحاجة الأكثر. يمكن بالنهار الواحد يتحمل، فهذا جيد. للأسف المواطن في ذي قار ينصدم بأنه أكو تخريب، وهذه يعني شيء غريب، يعني هذا يعني قصة مقصودة 100% أنه أكو جهة دا تحاول أنه تدخل على خط الكهرباء الوطنية، وما أعرف يعني الهدف أكيد ب جنبه مثلا مالية أو فساد أو قصة، ولا يعني ما أظن هو إنسان عادي أو طبيعي أنه يخرب أسلاك كهرباء أو منظومة كهرباء تغذي مناطق كبيرة فيها عوائل وفيها أطفال وكبار سن ومرضى. ما أعرف أنتوا يعني مو من هاي المحافظة، هذولا مو أهلكم، هذا التخريب المتعمد يعني المتكرر مثل ما قالت خمائل مو أول مرة نسمع به، لكن الظاهر أنه هو مدروس وأصبح جزء من استراتيجية الفساد اللي موجودة في بلدنا. يعني شو تصير وزارة الكهرباء هسه؟ أوكي عندهم تقصير، بس إحنا من نشوف هيك مشاهد وهكذا حالات، معناتها ما أعرف الحل منين. طبعا هذول الأشخاص أكيد يقعون تحت طائلة القانون في مثل هذه الحالات، تعتبر جرائم، يعني جرائم التخريب تصل عقوباتها عقوبات كبيرة، عقوبات يعني رادعة. هذا تهديد، يعني تهديد لممتلكات الدولة والاعتداء على خدمات عامة، يعني على مؤسسات، وهذه كبلاط ذات الطاقة العالية من الممكن أنه تسبب ضرر، مو على مستوى الفرد المخرب، لا على مستوى انتقال الطاقة، لأنه هذه الطاقة العالية ممكن من الكيبلات إذا تخربت بطريقة مو ذكية ممكن أنه تكون الفولتية عالية توصل حتى إلى البيوت، ممكن تخرب حتى الأجهزة، ممكن حتى تنتل لا سامح الله، يعني تكون تخريبها مؤذي حتى على مستوى أرواح الناس، مو فقط على انقطاع التيار الكهربائي على سكان المناطق اللي تخربت هذه الكيبلات. بالنهاية أتوقع اليوم أنه هذا الأمر معروف عند الحكومة المحلية، ومعروف عند الحكومة المركزية من هي الجهات التي تعمل على تخريب الطاقة الكهربائية. الملف معروف من العام الماضي. أكو يعني عندنا شرطة الطاقة، أتصور يعني هذا المسمى موجود كمديرية شرطة الطاقة، مديرية الكهرباء بالمحافظة، أن الكابلات ذات القدرات العالية هي اللي تعرضت إلى الأفعال الإجرامية، يعني هذه اللي هي ضمن التورات الصور الكبيرة اللي هي يجب أن تكون محمية من قبل شرطة الطاقة. وينهم لعد؟ يعني يا مديرية كهرباء المحافظة، هذا البيان مو كافي أنه والله تعرضنا لأفعال إجرامية والغرض تأجيج الرأي العام. طيب وبعد يعني حلكم؟ هذا مو حل، إحنا نريد بيان تقولونا ليش صار، وين الناس اللي المفروض أن يحمون هذه التورات وهذه الخطوط، خطوط نقل الكهرباء، ونريد المعالجة. يعني أكيد هو بالنهاية واضح الهدف تأجيج الشارع في ارتفاع درجات الحرارة، سمعونا بيان بحل، نريد حل لمثل هذه القضايا. يمكن اليوم بذي قار باكر نسمع في غير مكان، يجب تغليظ العقوبات وتجديد الحماية على هذه المنظومة الكهربائية. زين، أخذينا للبصرة، نروح للبصرة، نروح للبصرة. وصلنا مقطع فيديو
لأحد الطرق القريبة من ملعب جذع النخلة اللي احتضن بطولة خليجي 25 في وقت سابق، ووقت سابق كان قريب جدا. هذا الطريق ومقترباته شهد أعمال تبليط وتجديد وقت المباراة أو حتى قبل المباراة، ولكن المباريات عفوا، ولكن بعد ما انتهت البطولة بشكل عام توقفت كل الأعمال، وبالنهاية تحول هذا الطريق والمناطق والمقتربات إلى مشاهد أو إلى تراجع خدمي، وأصبحت خربة للأسف الشديد بعد ما توقفت أعمال التطوير أو أعمال التبليط. خلينا نشوف المناشدة وبكل تأكيد لنا عودة. أخوان خلي هاي الرسالة توصل للسيد محافظ البصرة الشيخ أسعد العيداني المحترم. يا سيادة محافظ البصرة، أنت رئيس أعلى سلطة تنفيذية في محافظة البصرة. يا سيادة المحافظ، متى يكون لك محاسبة المقصرين في مديرية بلدية محافظة البصرة؟ يعني مثل ما قاعد تشوف هذا المنظر يعجبك يا سيادة المحافظ؟ هذا مقابل المدينة الرياضية، هذا ضمن مشروع بطولة خليج 25 اللي من واجبات بلدية محافظة البصرة. يعني شوف هذا النخل شلون ميت، يعني هذا ياهو المسؤول عن التقصير؟ أدري من اللي حاسب المقصرين في بلدية محافظة البصرة؟ يا سيادة المحافظ، أنت رئيس أعلى سلطة تنفيذية في محافظة البصرة، لازم تكون إلك يد المحاسبة. يعني ما يصير هسه بلدية البصرة قاعد تشتغل براحتها، ما حد يقلع على عينك حاجة. نرجو هاي الرسالة توصل للسيد محافظ البصرة المحترم. وراد يوصل صوته هذا المواطن من خلال هذا الفيديو اللي أرسله. نتمنى أن يكون صوته بالفعل وصل. هذا يعني الإنجاز اللي كان واللي شهدنا به، البصرة لمعت بالعالم كله، واسمها بشوارعها بضيافة أهلها. اليوم نلاحظ هذا الإهمال مع الأسف في 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 بطولة كانت ربما أنظار العالم كلها علينا. فما أعرف ليش نقطع، إحنا نوصل إلى مرحلة نقطع اهتمامنا في هذه الشوارع وهذه المصاريف حتى اللي انصرفت يمكن على هذه الطرقات. بكل تأكيد نعم، بالنهاية ابن البصرة اليوم يناشد محافظها السيد أو الشيخ العيداني، يناشدوك أهالي البصرة، أولاد البصرة يناشدوك لسبب واحد، مثل ما أنت حريص على البصرة هم أيضا حريصين على البصرة، هم أيضا خايفين على البصرة، هم أيضا يعرفون أنه البصرة بكل غنائها هم ما مستفادين شيء، ومن ثم أنه الشركة اللي استلمت تنفيذ المشاريع سواء من الحكومة المحلية أو شركة استثمارية من الحكومة المركزية أي إن كان، أو إن كانت من وزارة الشباب والرياضة، أي إن كانت الجهة اللي دعمت قطاع الترميم، هي جهة مسؤولة على إكمال كل المشاريع لأن هي استلمت فلوس، ولا هي شركة يعني استعدادية، لا هي شركة نفذت مشروع، هي شركة استلمت مشروع، هي مو شركة تنظيمية مؤقتة ترمم لك شارع تغسل لك شارع وقت البطولة وتروح، ولا هي شركة رتبت لك وحطت لك زينة مؤقتة وتشيلها وقت ما تروح، هي استلمت فلوس مقابل تقديم خدمات للمنطقة القريبة من الملعب، ومن ثم جوز بعد كذا سنة راح نشهد بطولات أخرى هم نرجع نرمم، خلي كل ترميمنا يبلش من هسه، خلونا نكون مستعدين من هسه، لأنه الأشجار والتشجير والزرع والخضار يحتاج لوقت. بالنهاية ال- 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 الإدامة، أتوقع إدامة المشاريع أو استلام هذه الطرق وتقديم الخدمات لابد من أن تكون العين عالية دائما، يقول لك عينك على حلالك دوا، عينك على مالك دوا، عينك على حلالك دوا. بالنهاية احنا اليوم كحكومات محلية اذا ما راح ننتبه لطرقنا وشوارعنا ومشاريعنا، منو راح يكون العين اللي تراقب؟ معناها راح نكون جزء مساهم ومشارك في الفساد، ولا حد يزعل علينا من الحكومات المحلية، وابن البصرة من حرصه ومن حب المدينة
يرصد بكاميرته البسيطة ويناشدنا، والأمر يبقى مطروح لكم من خلال برنامج على المكشوف يا مازن حتى تندز، لأنه اليوم احنا يمكن حتى في بغداد نشهد أيضا بطولة غرب، بطولة غرب آسيا، وأيضا ما نتمنى يتكرر الأمر مسألة ترميم وتبليط وتعبيد الشوارع وترميم المنطقة أنه همين يتخرب بعد ما تنتهي البطولة. والإدامة ترى بسيطة، يعني هسا الشخص اللي مصور الفيديو يمكن على نخلة متروكة يبسة منسجة، ليش هذا شغل بصاير. يعني شغل بلدية، شيء بسيط صبخة. يعني مثل أي تنكر يطلع يزقي هذه الشوارع وشوية إدامة على، يعني هذه من أبسط الإمكانات لإدامتها، يعني ما محتاجين إلى كوادر أو شيء، كوادركم نفسها البلدية اللي مسؤولة عن هذا الشارع اللي هو قرب الملعب هم نفسهم اللي بجماعة التنظيف أو حتى الإدامة المزروعات وما إلى ذلك، ممكن يتابعون هذه الشوارع. إحنا بس مستحيفين، يعني حرامات، ليش هذا الشارع كان حلو، الناس تمشت به، الناس صورت به، نقلوا فيديوهات إلى كل العالم، الخليجيين اللي إجوا، حرامات بعدين يطلع بهذه الصورة وينهمل، يعني كسرة نفسية لأهل البصرة أنه يفوت بهذا الشارع كان فقط في وقت المهرجان أو في وقت الألعاب الأولمبية كان فقط هو مهتمين به، هسه رجع انهمل. ما نريد نمثل على الناس انه احنا يعني مثاليين وسوينا شوارع حلوه وبالنهايه نعوفها تنهمل بهاي الطريقه بدون يعني دون ادامه ودون رعايه. اتمنى انه يوصل صوت هاي الناس ويتم الحقيقه يتم مراعاه هاي القصه والمتابعه لهذه الشوارع وهذه المنجزات. نعم بكل تأكيد نتمنى أن تكون متابعة للملف، متابعة سريعة من أجل الحفاظ على مناطقكم والحفاظ على ديمومة هذه المشاريع وإدامتها يكون سريع إن شاء الله. إذن يمكن يا مازن احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بكل تأكيد ننتظر تواصلكم ويانا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة حتى نطرح المناشدات الصوتية الفيديوية وأيضا المسجات المكتوبة ببرنامج على المكشوف. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله وحفظه.